أخبار اليوم. محسن فودة 59 سنة، لاعب النادي المصري والمنتخب المصري في البلياردو الفرنسي، ترتيبي الثالث على مستوى الجمهورية، وبمثل مصر في بطولة العالم للغردقة وفي دور 32، كما أنني حاصل على البطولة العربية للعام الثاني على التوالي، البطولة العربية في لعبة الثلاث أضلاع، وكانت البطولة الشهر اللي فات وكانت في بيروت وكسبتها لتاني سنة على التوالي. الحمد لله، بنبارك لحضرتك على الله يبارك فيك. نتمنى لك الفوز في بطولة كأس العالم. متشكرين يا فندم. بتنظيم أخبار اليوم ونورنا بوابة أخبار اليوم. ألف شكر. كنا حابين نعرف يمكن حضرتك الأكبر سنا في اللاعبين تقريبا. هو هي القصة مش مرتبطة بالسن طبعا، في لعيبة من حوالي 14 سنة لغاية 75 سنة تقريبا. القصة طبعا هي مرتبطة بالأعصاب والتحكم والتوافق العضلي العصبي، هو ده اللي بيحدد مشوار اللعيب يقدر يكمل في الملاعب قد ايه. وكده اللعبة زي ما شفنا ان هي ليها طبيعة خاصة، ليها تركيز اعلى، تكنيك مختلف، كل لاعب له تكنيك بتاعه. ازاي بتقدر انك توصل للفوز بالشكل دوت؟ طبعا الموضوع محتاج تدريب كتير، يعني احنا اللعبة المفروض محتاجة تدريب من 4 لـ6 ساعات في اليوم. طبعا مع ظروف الشغل والسن والكلام ده ما بتقدرش انت تدي الوقت ده كله، انما بقدر الامكان بنحاول نتمرن، وفي اهتمام دلوقتي من الاتحاد المصري للبلياردو باللعبة، وقدرنا نحصل على بطولات. يعني انا حاصل على بطولات جمهورية قبل كده، وكسبت البطولة العربية، واشتركت في البطولة الافريقية، وليا سجل كبير في بطولات العالم، اشتركت فيها في حوالي 30 بطولة عالمية على مدار ال 30 سنة اللي فاتت. حب حضرتك للبليارد بدأ من امتى؟ انا كنت بلعب كرة طايرة اصلا، وفي الاعدادية تقريبا كنت بمجرد ما انتهي من تمرين الكرة الطايرة عرفت ان في صالة بلياردو موجودة، فكنت بروح اتفرج، واتشدت للعبة قوي بشكل كبير، لدرجة بعد فترة سبت الكرة الطايرة واتفرغت للبلياردو. تنصح بايه الاجيال اللي جايه؟ يعني انا شايف في مستويات كويسه جدا من الشباب. اتحاد البلياردو حاليا بدا يهتم بالناشئين، وجاب لهم مدرب اسباني، الكلام ده عمل دوره تدريبيه من حوالي 3 شهور 4 شهور، ورجع جابوا نفس المدرب لفتره تانية، والمدرب حاليا موجود في الغردقه بيتفرج على اللعيبه الناشئين اللي بداوا يشاركوا في البطوله وعملوا مستويات كويسه، وانا متوقع في خلال سنتين بكتير هيبقى في 4 5 أبطال تانيين طالعين نسلمهم الراية بقى، يعني احنا وربنا يوفقهم ان شاء الله. ونصيحتك ليهم ايه؟ نصيحتي ان هم يهتموا بالتكنيك بتاع اللعيب، يسمعوا كلام المدرب وينفذوا تعليماته حرفيا، لان قصة الستايل ويحافظ على الضربة ازاي وما يغيرش من ضربته اثناء اللعب،
ويكون مركز قوي واعصابه بيتحكم في اعصابه بشكل كبير. كل ما بيقدر يتحكم في اعصابه بشكل كبير فتره تفوقه ان هو يقدر يوصل لمستوى كويس هتبقى فتره قصيره، واشتراكه في البطولات الدوليه والمحافل الدوليه هتاثر، هتخلق عندنا ان شاء الله في خلال سنتين ابطال عالميين ان شاء الله. انا وسامح سيدهم طبعا، سامح بطل الجمهوريه وانا اللي بشترك معاه في دور ال 32، هيبقى يوم الخميس. القرعه هتبقى الساعه 9 مساء يوم الاربع، فطبعا ما حدش عارف مين اللعيب اللي هيقابل كل واحد فينا، بتتعرف من خلال القرعه العلنيه اللي بيعملوها يوم الاربع بالليل. من الصعب ان حضرتك تلتقي مع كابتن؟ لا مش هيحصل، ان انا المصري مش هيقابل لعيب مصري، وغالبا هيبقى لعيب اوروبي يعني او كده. حضرتك شايف اداء اللعيبه الاوروبيين عامل ازاي السنه دي؟ كل اللعيبه حاليا موجوده، كل ابطال العالم موجودين، والماتشات بدات، المباريات بدات من النهارده تبقى فيها، ظهر لعيبه المان اقوياء جدا ولعيب تركي كان مستواه عالي قوي، فانا متصور من بكره هتبقى ماتشات قويه جدا. يعني المعركه هتبقى طبعا بطوله واضح انها تكون ناجحه بكل المقاييس ان شاء الله. بتمنى حضرتك التوفيق والفوز، وبتمنى التوفيق ألف شكر. ألف شكر. التوفيق دايماً، ونشكر أخبار اليوم على اهتمامها، وإن شاء الله تستمر يعني. الله يخليك. ماشي، أهلاً.